20/1/2013 أسير من حجز اليعوبي في قبضة الجيش الحر لواء الحري. اسمك؟ تامر خبس. من وين أنت؟ من حلب. من حلب. إيش كان النظام يسمعك يحكي معك شان المدنيين موجودين هون؟ طبعا أكيد النظام مو رايد ولا أي شيء، إنه بس يقعد على ورق الكرسي وما يتحرك، هو عنده بس العالم كلها تروح وما عنده أي مشكلة. هاي كان يحكي معك النظام؟ أي لا. وشو كان ردة فعلكم أنتم؟ ليش ما حاولت تنشق من أول؟ نحن حاولنا ننشق، بس كل شوي بيجي ضابط لا تنشقوا، هدول على أساس إنه سوار، بس هاي مو ثورة، هدول بدهم يقتلوكم، هدول مسلحين بدهم يقتلوكم، كله دبح.